شو يعني زينة الميلاد؟ بيترافق عيد الميلاد مع تزيين البيوت والكنايس والشوارع الرئيسية والساحات والأماكن العامة بالمناطق يلي بتحتفل بالعيد بزينة خاصة فيها. عادة يعتبر اللونين الأخضر والأحمر هن اللونين التقليديين يلي بيدلوا على عيد الميلاد، وبيطعموا هاللونين باللونين الذهبي والفضي. بيرمز اللون الأخضر للحياة الأبدية، لهالسبب بيستخدموا الأشجار دائمة الإخضرار يلي ما بتفقد أوراقها. وبيرمز اللون الأحمر ليسوع المسيح. أما تاريخ نشوء زينة الميلاد فقديم وبيرجع للقرن 15 لما انتشرت بلندن عادة تزيين البيوت والكنائس. بتشمل زينة الميلاد شجرة العيد يلي بترمز لتجسد يسوع المسيح على أرضنا، وهالشجرة حسب التقليد لازم تكون من نوع شجر اللبلاب يلي بترمز ثمارها الحمراء لدم يسوع المسيح، وإبرها لتاج الشوك يلي تكلل فيه راس يسوع المسيح بمحاكمته وصلبه وفق العهد الجديد. نجمة الميلاد هي النجمة يلي ظهرت بالسماء ودلت المجوس على المغارة، وكانوا حملوا هداياهم حتى يهنوا العذراء يوسف بميلاد المخلص. هالنجمة بترمز للمسيح يلي هو شمس الكون ونوره. بس بإنجيل متى في ذكر عن هالنجمة يلي ظهرت بالسماء فوق مدينة بيت لحم ودلت بنورة ملوك الشرق الثلاثة على مكان ميلاد المخلص. بيعتقد كتار أن رفات هالملوك موجودة بكاتدرائية مدينة كولونيا الألمانية. هالقصة ألهمت رسامين كتار على مر العصور، وظهر هالنجم بلوحاتهم الفنية نور ساطع وشكل تحدي كبير لعلماء الفلك يلي اعتبروها مجرد مذنب. النور والشمعة، النور بيرمز ليسوع المسيح، وقانون الإيمان بيعلمنا بأنه المسيح هو نور من نور وأنه هو النور الحقيقي للعالم. الشموع على شجرة الميلاد كانت بتمثل تقدير الإنسان للنجمة. أما اليوم بالزينة دخلت الأشرطة الضوئية لذكرى ميلاد المسيح، وبالكثير من البيوت بتتضوى الشموع يلي بترمز لحضور الله ولنور. الجرس بيرمز الجرس للتبشير بحلول العيد وشو بيحمل هالعيد من فرح. رن يا جراس العيد، يسوع جاي لعنا. دق جراس العيد، وغيرها من الأناشيد الروحية المسيحية يلي بيرددها الصغار والكبار مع بداية زمن الميلاد، بس تيعبروا عن فرحهم باستقبال المخلص. ذكر الأجراس مش بس حكر على الأناشيد الشرقية، إنما موجودة بمختلف اللغات وبمختلف البلدان. تحول لرمز من رموز العيد. بضيعنا اللبنانية بعضهم الشباب لحديث اليوم بيتنافسوا على دق الجراس وعلى تربيعها، دليل على الفرح وعلى العيد. حسب النبي داود بالضياع كانت الجراس تستخدم للتذكير ببدء القداس وإعلان بعض المناسبات السارة والحزينة، وهي بترمز لدعوة الناس للدخول للكنيسة والتعرف لكلمة الله. العصا بتمثل عصات الراعي، الجزء المعكوف منها كانوا الرعيان يستعملوه لجلب الخروف الضال، وبتمثل هالعكازة الحرف الأول من اسم يسوع المسيح باللغة الإنجليزية إذا قلبناها رأسا على حق. الطوق أو الإكليل بيرمز للطبيعة الخالدة للحب يلي ما بينتهي وما بيتوقف، بذكرنا بحب الله يلي ما إله حدود. هالحب يلي خلى الله الآب يبعث ابنه تيتجسد من عذراء ويبلش مخطط الله الخلاصي بفعل التجسد وميلاد المسيح. الله معكم.